تركيا ترحب بالعراقيين عبر تعديل بعض القوانين والسماح للبعض بالوصول إليها مباشرة دون تأشيرة، فما التفاصيل؟ في وقت تعد فيه تركيا الوجهة الأولى للعراقيين، اتفاق جديد بين البلدين يقضي بالسماح لبعض المواطنين بالوصول إليها دون الحاجة لتأشيرة، يطبق على من تقل أعمارهم عن 15 عاماً ومن تزيد عن 50، مع إبقاء التأشيرة كما هي للفئات العمرية الأخرى. هذا الاتفاق الجديد سيطبق بين الجانبين خلال وقت قريب. يذكر أن سعر التأشيرة التركية تتراوح بين 130 دولار إلى 200 دولار، وتتغير حسب مدة البقاء في تركيا. وأنت، هل تزور تركيا؟ وما رأيك بهذا القرار؟